وعودة إلى إمارة الثقافة والاستنارة، فبالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة كشف بريد الإمارات بحضور الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام عن الطابع التذكاري الذي يوثق جمالية مدرج خور فكان. مدرج خور فكان تحفة معمارية ستتناقلها الأجيال عبر مجموعة من الطوابع التذكارية التي تم إطلاقها اليوم. بين أحضان جبال خور فكان تقع هذه التحفة المعمارية والحضارية، مدرج خور فكان المصمم بأسلوب فريد يمزج بين العراقة والحداثة ليخلق لوحة من الجمال التي لا عجب أن نراها توثق اليوم بمبادرة من مجموعة بريد الإمارات المتعاونة مع المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة لتطلق مجموعة من الطوابع التذكارية لتتبادلها الأجيال. نحن من خلال هذا الطابع طبعا نشكرهم ونتوقع أن هذا يوثق تاريخ أو حقبة تاريخية في خور فكان وفي إمارة الشارقة عموما، ليبين مدى أهمية هذا المعلم الثقافي والفني في إمارة الشارقة. الشارقة إمارة الثقافة، إمارة الفن، إمارة الإبداع، وهذا المدرج هو أحد إبداعات إمارة الشارقة ويستاهل أن يكون على أحد الطوابع التي إن شاء الله ستكون يعني مثل ما يقولون شاهد على تاريخ بناء هذا المدرج. صممت الطوابع التذكارية بأسلوب إبداعي يبرز جماليات هذه التحفة المعمارية بصورة ليلية للمدرج يحمل بقالب فني عبارة صاحب السمو حاكم الشارقة: نحن كبشر زائلون ويبقى المسرح ما بقيت الحياة، بالإضافة إلى اسم المدرج مكتوبا بخط الثلث على الجهة اليسرى. طابع هذا لبعض المميزات، طابع انطبع بتقنية الامبوزنج واليو في لايت، فتشوف الطابع كأنه منور في المساء والإضاءة موجودة فيه. نحن دائما الإصدار الطوابع هاي للأحداث هاي نوثق فيها الحدث، الطابع دائما يكون بمثابة سفير يجوب العالم. إبراز معالم الشارقة ومدرج خور فكان على وجه الخصوص سيسهم في ترسيخ مكانة الإمارات كنموذج يحتذى به في النماء والتقدم لما يشكله المدرج من إضافة جديدة إلى رصيد الإمارة الثقافي والفني.